بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 4: إذا كان سينوس 4 صاد أس 2 ناقص 14 سينوس 2 صاد زائد 49 بتساوي صفر، فاثبت أن صاد تتغير عكسيا بتغير س تربيع. طبعا هنستخدم خاصية التحليل، هنلاقوه عبارة عن تحليل مقدار ثلاثي مربع كامل، لأن الحد الأول مربع كامل والحد الثالث مربع كامل والحد الأوسط عبارة عن 2 في جذر الأول في جذر الثالث. سينوس 4 ص أس 2 لها جذر اللي هو س تربيع ص، و49 لها جذر اللي هي 7. لو ضربنا 2 في جذر الأول في جذر الثالث هيدينا الحد الأوسط اللي هو 14 س تربيع ص. تحليلها عبارة عن نفتحه كوسين تربيع، في بداية القوس نعمله جذر الأول اللي هو س تربيع ص، في نهاية القوس نكتبه جذر الثالث اللي هو 7، والإشارة بينهم مثل إشارة الحد الأوسط، إشارة الحد الأوسط سالب يبقى نحطه سالب جوه القوس ونساويه بصفر. قوس تربيع بيساوي صفر يبقى اللي جوه القوس بيساوي صفر، اللي هو س تربيع ص ناقص 7 بتساوي صفر. طبعا سالب 7 تروح الناحية التانية بعكس الإشارة يبقى س تربيع ص بتساوي 7. بقسمة الطرفين على س تربيع يبقى بالقسم على س تربيع. لو قسمنا الطرف الأيمن س تربيع ص على س تربيع، س تربيع تروح مع س تربيع يبقى ص بتساوي، هنقسم الطرف الأيسر على س تربيع يبقى 7 على س تربيع، يبقى ص بتساوي ثابت على س تربيع، يبقى ص تتغير عكسيا بتغير س تربيع، وده المطلوب. رقم 5: إذا كان وزن جسم على الأرض واو يتناسب طرديا مع وزنه على القمر ر، فإذا كان واو واحد بتساوي 182 كيلو جرام ورا واحد بتساوي 35 كيلو جرام، فأوجد ر اتنين عندما واو اتنين بتساوي 312 كيلو جرام. هنستخدم خاصية التناسب الطردي. أول حاجة وزن الجسم على الأرض واو يتناسب طرديا مع وزنه على القمر ر، يبقى واو تتغير طرديا مع ر، يبقى طبعا واو واحد على ر واحد خاصية التناسب الطردي على ر واحد بتساوي واو اتنين على ر اتنين. خاصية التناسب الطردي ونبدأ نعوضه. واو واحد 182 ورا واحد 35، يبقى 182 اللي هي واو واحد على 35 اللي هي ر واحد تساوي واو اتنين 312 ورا اتنين مش عارفينها، واو اتنين نعوضوا عنها 312 على را اتنين مش عارفينها، هنجيبوا قيمتها عن طريق المقص دلوقتي، نعمله مقص يبقى را اتنين بتساوي 35 في 312
على 182 بتساوي، نستخدمه الآلة الحاسبة، 35 في 312 على 182 تساوي، طلعت ب60، يبقى راح 62 كيلو جرام، وده المطلوب. رقم 6، إذا كان مقدار السرعة عين التي تخرج بها الماء من فوات خرطوم يتغير عكسيا بتغير مربع طول نصف قطر يتغير عكسيا بتغير مربع طول نصف قطر فوات الخرطوم نق، وكانت عين بتساوي 5 سنتيمتر على بكل ثانية عندما نق بتساوي 3 سنتيمتر، أوجد عين عندما نق بتساوي 2.5 سنتيمتر. هنستخدم خاصية التناسب العكسي مدينا في المسألة، السرعة عين تتغير عكسيا بتغير مربع طول نصف قطر الفواهة الخرطوم نق، يبقى عين تتغير عكسيا بتغير نق تربيع. نستخدم خاصية التغير العكسي، عين واحد نق واحد تربيع بتساوي عين اتنين نق اتنين تربيع. نبدأ نعوضه، عين واحد بخمسة ونق واحد بتلاتة، عين اتنين مش موجودة ونق اتنين ب2.5، يبقى عين واحد بخمسة في نق واحد تربيع، نق بتلاتة، نق واحد بتلاتة، يبقى نق واحد تربيع تلاتة تربيع بتساوي عين اتنين مش موجودة، نكتبها زي ما هي، في نق اتنين تربيع، نق اتنين ب2.5، يبقى نق اتنين تربيع 2.5 تربيع. نبدأ نفك الأقواس، 5 × 3 ÷ 9 بتساوي عين اتنين في 2.5 تربيع، ستة وخمسة وعشرين من مية، بقسمة الطرفين على 26 من 100، يبقى بالقسم على 26 من 100 للطرفين، يبقى 5 × 9 على 26 من 100 بتساوي عين اتنين في 26 من 100 على 26 من 100، تروح مع بعضها، يبقى عين اتنين. نستخدم الآلة الحاسبة، 5 × 9 على 26 من 100 تساوي 7.2، يبقى عين اتنين بتساوي 7.2. وهو ده المطلوب اللي عايزه.